تساهم بقدر كبير إلى جانب المؤسسات الأخرى، المؤسسات المنتخبة أيضا، المصالح الخارجية وجميع الفاعلين في بناء مدينة طنجة التي نراها اليوم، نراها اليوم بهذه الجمالية، ونراها اليوم بهذا التألق وبهذه الريادة الوطنية بفضل قيادة سبيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. بعد 10 سنوات إذا كان شي حاجة استطعنا أننا ننجح فيها هو أننا نخليو الفكرة ديال البيئة والمآثر التاريخية في طنجة حاضرة عند جل الفاعلين، كنعتقدوا أن هذا مكتسب. الجانب الثاني هو الجانب ديال التعبئة ديال الرأي العام. صحيح أن الآن مع وسائل ديال الاتصال الحديثة والشبكات الاجتماعية الفكرة عندها قابلية أكبر، لكن المؤكد أن هذا العمل هذا ماشي جا تلقائي، ولكن جا نتيجة ديال مجهود ديال مجموعة ديال الأطراف وبينتهم المرصد اللي استطاع أنه ينجز عمل مهم على مستوى ديال خلق شبكة علائقية لا مع الفاعلين ولا مع المؤسسات، اللي خلات الفكره ديال ان التعاطي مع هذا النوع من القضايا يكون مطروح على عند كل الفاعلين. التحدي الاكبر اللي كان عندنا في الحقيقه في هذه 10 سنوات هو ماشي في العمل اليومي ولا في التدبير ديالو، ولكن في الضروره ديال خلق مؤسسه قائمه الذات اللي يمكن انها تستمر مهما تكون الوجوه اللي تكون فيها. وكنعتقد نسبيا نحن ماشيين في الطريق الصحيح في هذا المستوى هذا. أضيف إلى ذلك على مستوى ديال الإشعاع والحضور ديال المرصاد في واحد مجموعة ديال الوجهات واحد مجموعة ديال المؤسسات اللي كيعطيه فرص أنه يكون عنده تأثير وحضور لا في الطرح ديال البدائل أو يعني الإشارة المواقع ديال الخلل في واحد مجموعة من القضايا واحد مجموعة من الملفات، وكذلك بعض التدابير اللي كتكون متخذة. الفكرة الأساسية من هذا النوع من اللقاءات ومع هذا النوع من الفرق هو أن اليوم التدبير العمومي بشكل عام مرتبط بالضرورة ديال الانفتاح وديال الإشراك كل الفرقاء. ما اختلفنا حول أشياء وحول تقديرات معينة، لكن من شأن أن الإنصات للبعض، من شأن أن الاطلاع على ما يطرحه كل فرد منا أنه يعطينا المشروع في صيغة اللي هي مقبولة من طرف الغالبية، لأن الأساسي في النجاح ديال كل المشاريع هو التملك ديالها والوعي بالقيمة ديالها والخلفية ديالها من طرف يعني الغالبيات المعنيين بها. وكنعتقدوا حنا أنه خلال تتبعنا السياسات العمومية اللي عندها ارتباط بالمجال البيئي ومجال ديال المآثر التاريخية، أنه مجموعة ديال الملفات ومجموعة ديال القرارات بفضل الحضور ديال المجتمع المدني، بفضل الأفكار ديالو، بفضل المقترحات ديالو، وكذلك حتى بفضل يعني التوجيه ديالو ديال المكامن ديال القصور او الاشياء اللي كتكون سلبيه في بعض المشاريع وبعض القرارات، استطاع انه يحقق واحد مجموعه ديال المكتسبات. لكن في نهايه المطاف الحكمه والتجويد ديال القرار العمومي مساله طويله ونفس اللي كتطلب نفس وكتطلب وعي بانها ما كتتراكمش ولا كتكون النتيجه ديالها في ابانه، ولكن على مدار سنوات اللي هي مازال ان شاء الله فيها الخدمه، ومازال لان مساله ديال العقليات مسألة ديال السعاب وكذلك القدرة على أن الإنسان تكون عنده طاقة باش أنه يستوعب الآخرين في إطار تصور لهم الشركة. يصعب أن نقول في لحظات بسيطة تاريخ تقريبا ديال 10 سنوات الجميع على مستوى مدينة طنجة والمستوى الوطني ونقول حتى المستوى الدولي اليوم كيعرف بأن المرصد كمؤسسة كيفاش انطلقت والفكرة وأيضا التوجه اللي بدأت به وكيفاش هذا المسار ديال 10 سنوات رسم واحد المسار في الحقيقة نضالي ترافعي، ولكن أيضا
مسار ساهم في إلى حد كبير في التنمية المحلية والتنمية الوطنية، الدفاع عن بعض القضايا الكبرى اللي كانت إلى حد قريب يتكلم عنها البعض. كنتكلموا على البيئة، كنتكلموا على المآثر التاريخية، كنتكلموا على التغيرات المناخية، كلها قضايا كبرى. المرصد من الزاوية ديالو مع شركاء آخرين ساهم أيضا أولا بالتعريف ديالها، أيضا من الترافع عليها، ولكن بالخصوص إعطاء هذه المعلومة، لأن المرصد هو حق في البداية. الهدف منه هو كيف نرصد وكيف نتتبع وكيف نتقاسم هذه المعلومة. ربما الجانب ديال المعلومة كان أساسي في هذا التاريخ، والحمد لله ساهمنا بقدر كبير على أساس أن المواطن تصبح عنده الحق في الوصول للمعلومة البيئية بالخصوص، وأيضا يساهم في القضايا الكبرى اللي كتهم الوطن. كانت كلمة على قضية التغيرات المناخية، اليوم هي قضية استراتيجية وطنية. المرصد اليوم من خلال المواقع ديالو بالإمكانات البسيطة ديالو، ما نساوهاش، بالإمكانات البسيطة ديالو ساهم إلى حد كبير أيضا في إعطاء هذه الصورة ديال عمل المجتمع المدني في شراكة مع المجتمع المدني وفي شراكة مع الفاعلين الآخرين. لعل اختيار الشعار ديال المرصد عنده أكثر من معنى، اللي كنتكلموا على شريك. بغينا فعلا أن في العشر سنوات المقبلة ما يبقاش هذاك المجتمع المدني فقط لأجل الإخبار والتأتيت، ولكن بغينا يصبح فعلا شريك، لأنه اليوم أصبحنا أيضا نعتبر أنفسنا فاعلين في هذا الحقل ديال السياسات العمومية، في الحق في الوصول إلى المعلومة، ولكن في الحق في التنمية، التنمية المستدامة اللي كيطمح لها كل إنسان مغربي. هو ماشي المرصد فقط لوحده يسعى إلى يعني تحقيق بعض الأهداف، وقضايا المرصد يعني قضايا جمعية، صحيح، قضايا جمعية وقضايا مجتمع مدني مغربي بكامله. صحيح أن اليوم، وهذا هو الرسالة ربما في هذه العشر سنوات، يجب أن تأخذ الدولة والهيئات المنتخبة مسؤوليتها من المجتمع المدني. يجب أن تفهم الدولة وأيضا الهيئات المنتخبة أن دور المجتمع المدني أساسي في بناء تنمية حقيقية. يجب أن تفهم بأنه لا يمكن أن نحقق التنمية بدون أن تكون هناك طرف ثالث، وربما هو اللي يسمى النموذج التنموي الجديد، يعني القطاع الثالث أو الجزء الثالث اللي هو المجتمع المدني. لأن ما تنساوش بأن المجتمع المدني اليوم ماشي فقط غير من أجل التأتيت، ولكن أيضا من أجل أنه بناء تصورات جديدة. إلى غير تشوف العلاقة اللي دار المرصد على المستوى الدولي، ما تخيلوش كيفاش المرصد أنه ساهم في تعريف مدينة طنجة دوليا من خلال لقاءات دولية. كيفاش الآن ربما مجموعة من الفاعلين وطنيين وأيضا دوليين كيعرفوا المرصد. دليل على ذلك اليوم باش كيشتغل هذا المرصد، لولا الدعم الدولي، لولا الدعم ديال بعض الجهات، كتفهموا كاملين بأن المجتمع المدني ما يمكنش يشتغل في إطار التطوع. التطوع راه عنده حدود ديالو. اليوم المرصد اليوم كيشتغل لأنه كيحاول ينفتح على بطبيعة الحال بعض الهيئات الدولية من أجل على الأقل التمويل. لأن إشكال التمويل ما نكذبوا على حتى واحد، إشكال التمويل اليوم إشكال مطروح بحدة من أجل فعلا نبغيو ذاك المجتمع المدني اللي كنطمحوا له، اللي أدوار الدستورية كينادي بها، ولكن خصو أن الدولة تفهم وأيضا حتى الهيئات المنتخبة لا يمكن للمجتمع المدني أن يعمل فقط بالتطوع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.